السلام عليكم أيها الأحبة، مرحبا بكم في قناة نصائح وإرشادات مجانية. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وقوموا بتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا في الإشعارات. أما إذا كنت مشتركا أو كنت مشتركة من قبل فشكرا لكم على ثقتكم بنا دائما. حلقة يوم الاثنين من فقرة تداوي بالأعشاب الطبية والتجميلية، فقرة عندي دواك. حنا سعداء باستقبال دائما مكالمتكم وسعداء أكثر باش نعطيكم المزيد والمزيد من الدراية والمعرفة بالتعامل مع الأعشاب والمواد كذلك اللي كتكون نافعة في هذه الأيام ديال البرد. كثرة الأمراض، كثير من الناس كتعاني من مشكل الزكام، وكذلك كيفاش ممكن نخلق واحد المناعة داخل الجسم ديالنا مواد طبيعية. اليوم ربما حصة الأسد غادي تاخذها الثوم، لأن كنعرفوا أن الثوم فوائدها كثير بزاف، وغير هي بوحدها راها صيدلية ياك. العشبة المعجزة. العشبة المعجزة. دكتور صباح الخير. أو الأكلة المعجزة. صباح الخير أختي سمية. مرحبا بك معنا في أولى حلقة هذا الأسبوع، حلقة يوم الاثنين، وجبتي لنا الجديد. دائما احنا مع المفاجآت ودائما مع الجديد من الاكتشافات ديالك. هضرنا أختي، هضرنا أختي ديجا، هضرنا على الثوم ورجعنا هضرنا على الثوم، وخا نهضروا التنعية وعلى الثوم ما نعطيوش حقوق. دونك الثومة واعرة، غنبداو اللي هي اللي غتحل لنا الباب. حيت انا اليوم باغي نعطي واحد الوصفه سبيسيال، واحد اون فورمول ريالمون سبيسيال. اذا ما تفوتوش حلقتنا ديال اليوم مستمعاتي مستمعينا، فعلا انها اليوم هديه من عند استاذ جمال، غادي يهديها لكل مستمعينا. كتقوي مناعه الجسم، كتكافح الامراض ياك كامله. واعره اختي، صالحه. نعطي مثال، صالحه للمخ، صالحه للودنين، صالحه للعينين، صالحه للنيف، الحنجره، للرئه، الصدر، صالحه للقلب، صالحه للكبده، صالحه للكلاوي، صالحه الموتور، صالحه الالتهابات المفصليه، صالحه للتوندون ليغامون موسكل، صالحه للعروقه، صالحه لكل شيء. وان كل الاشخاص يقدروا يستافدوا، وكل الاشخاص يستافدوا، كل شيء، كل شيء اختي الي سبيسيال. دابا هاد الشيء كل هاد الوصفه هاد اللي غنعطيو اليوم رحنا هضرنا عليها قبل غير متفرقه. دابا اشنو باش الناس يبداو يتعلموا هما يكونوا دواهم. دونك غنجمعوا بعض الحوايج اللي عطيناهم قبل، بعض العقاقير اللي عطينا قبل، باش غنخلقوا واحد الوصفه اللي راه را 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 خطيره، راه فعاله ممتازه. التجربه هي ام العلوم، هي الكل في الكل. ها الور نبداو باش ما نطولوش على الناس. بدي غنبداو باش بالثوم. بالثوم غنبداوها كيف العاده. دابا ولات العاده الناس اللي لي زيترونجي تيبغيو نهضروا معاهم بالفرنساويه، نعطيهم شويه المعرفه. الور غنبداو اون فرونسي وردوها بالعربيه. نردوها بالعربيه. الور لاي هو الثوم اللي معروف، ورا قلنا في القران ما نساوهاش، ورا مازال الناس ما جاوبوناش، راه مازال عندنا التباس في بقليها. واش الرشيم ولا البقوليات؟ راه مازال هنا، انا راه مازال ما رجعناش للوصفه اللي كنا جبدنا قبلها في هذا الموسم. الور لاي توم دي زيتود سيانتيفيك ريسونت كونفيرم لي بروبريتي كازي ميراكولوز دو سو بولب كي فيغور parmi لي بلانت كولينير اي ميديسينال لي بلوز يوتيليزي et les plus efficaces. L'ail, malo, il est tonique, antiseptique, stimulant général, anti-arthritique, effet brifuge. Il est conseillé ou est conseillé dans les cas suivants. D'abord, un excès de cholestérol. Depuis les années 1930, environ 70 études cliniques ont permis de montrer que l'ail faisait baisser de façon légère mais régulière les taux de triglycérides et de cholestérol. L'hypertension artérielle. Une quinzaine d'études cliniques ont confirmé cette propriété. Les maladies infectieuses, dont la grippe. Plus de 250 études scientifiques ont prouvé les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'ail. Salh les mycoses. Le diabète. Trois essais cliniques ont attesté de l'effet légèrement hypoglycémiant de l'ail. De les diarrhées. Tsangoulou les, hein? Jamais. De les affections respiratoires et pulmonaires. Daïm al jamais. De la fatigue cardiaque. De la mauvaise circulation, les varices, les hémorroïdes, de les intoxications alimentaires ou tabac ou tabagique, de les rhumatismes, de la flatulence, de les troubles de la sexualité, de les problèmes urinaires. Par ailleurs, des équipes scientifiques néerlandaises ont récemment prouvé l'action bénéfique de l'ail et de l'oignon, entre parenthèses, hein, bien maintenant. En prévention de certains cancers, notamment des voies digestives
et en usage externe aussi. L'ail est précieux. Écrasé, il soigne la plupart des petites plaies infectées ou non. À condition que ce ne soit pas des dermatoses. Ben, par exemple, les piqûres d'insectes, les cors, les verrues, les kystes. Nabda bseta, l'ail, bel françaouia. Rajaou l'arbia. Alors, tchoumounchet, moutaher, moukawiam. ضد المشاكل المفصلية ضد الطفيليات ينصح في الحالات التالية الكوليسترول من 1930 تقريبا 70 ايتود 70 دراسة كلينيك سيونتيفيك بينوا ولا ظهروا باللي راه لاي راه التوم تينقص تدريجيا ولكن بدوام هذا تدريجيا لطو النسبة ديال الكوليسترول في الدم او ديال التريغليسيريد يعني الا خديناها بصفة متكررة ومداومة غادي وتينقص صحة تينقص اليوم ينقص شوية وغدا ينقص شوية وغدا ينقص شوية تتنتهناو منه دابا جبدنا الكوليسترول ما تنساوش راه كنا قلنا الكوليسترول زريعة الكتار رائعة وراه تذوب الاتريغليسيريد راه قلنا الورق الزيتون اوسي قلنا اليازير قلنا مريوت قلنا الورق الخرشف قلنا الخرطال قلنا الثوم اللي تنهضروا عليه دابا قلنا البصل قلنا الرجله احتمل لي سيغما دو مايس حرير الكبار او شعر الكبار راه هو هادشي كله تيذوب الكوليسترول طيب استاذ جمال غادي نتوقفوا في هذه النقطه هذه ياك ديال الكوليسترول ومن بعد راجعين بعد فصل الاشاره حنا تنهضروا على الثوم دائما مع الثوم طيب مستمعاتي مستمعينا لكنتو كتذكروا معنا قبل الفصل كنا توقفنا في النقطه ديال الكوليسترول قلنا مدى الاهميه ديال بعض المواد والثوم خصوصا من بينهم انها كتخفض نسبه الدم حنا تنهضروا دابا على الثوم قلنا ضد ليبرتونسيون ارتيريال ارتفاع الضغط الدموي اش قلنا على الاقل 15 ديال الابحاث كلينيكا سيونتيفيك هذاك اكدوا هاد القوه ديال الثوم وهاد القوه العلاجيه ديال الثوم خاصة فاش في لي مالادي انفيكتيوز الامراض المتعفنة او هذاك الور اللي عندنا مثال بسيط عندنا لا غريب الرواح هذا كامل داكشي كامل اكثر من 250 بحث طبي اكدوا باللي القوة المطهرة والعلاجية والفتاكة ضد الميكروبات كل شيء ديال أوتاح ضد الفيروس والفيروس راه عندنا مشكل فيه صحيح الور باللي الثوم فتاك بهاد الجراثيم وبالفيروس حتى من لونتي فونجيك حتى من الحوايج اللي الطفح الجلدي حتى هو فعال فيه آخر بحث راه في الانترنت كاين اخر بحث هذه واحد الشهرين ونص ولا ثلاث شهور خرج من لي زيتازوني باللي الثوم 100 خطره جهد من الاقوى المضادات الحيويه اللي كاينه في الفارماسي الثوم صنع رباني طبيعي فعال ممتاز تيفتك بالجراثيم حتى من لي فيروس الور قلنا ضد لي ميكوز دونك ضد لي شامبينيون ضد داكشي الطفح الجلدي غالبا قلنا ضد داء السكري الديابيت ثلاثة ديال الأبحاث العلمية الكلينيكية برهنوا باللي الثوم تينزل السكر ضد الأغلبية ديال لي دياري الإسهالات خاصة اللي تتكون متعفنة اختصاص ديالهم الثوم والحرفة رقم واحد ديالو أشنا هما كلنا المغاربة تنعرفوه وهضرنا عليه تعينا هو الصدر ومشاكل ديال الصدر مشاكل درية راه هادي واحد خمس شهور ولا ست شهور عاودنا القصه ديال جده الله يرحمها كيفاش النخيمه عدا لي دو تيير ديال لي بومون اون كومبري كيفاش الاتروفي دابور وعاد باش ان تيير اللي بقى الى اون كومبري وكيفاش تروحات كنا خايفين عليها وما خلينا ما عطيناها من الدواء بور اكسبيكتوري باش تخرج النخيمه وداكشي والو غير عطيتها شويه الثومه والزيت البلديه وداكشي اللي خرجت من صدرها العشب الثوم اختصاص للصدر ومشاكل ديال الصدر والمر الدريه راه فيه العجب حتى الكونسير الدريه راه اختصاص ديالو الثوم واعر اختصاص توتال رقم واحد راه ممتاز نيف الحنجره وخاصه الرئتين قلنا ضد لافاتيك كاردياك القلب ومشاكل ديال الدوره الدمويه وديال ديال ديال والعياء ديال القلب ضد لي فاريس لي زيمورويد دونك توجور مشاكل ديال الدوره الدمويه ديال العروقه
دونك ضد لي فاريس اش غنقول العروقه اللي تيطردقوا في الرجلين في كل بلاصه وضد البواسر دوالي الثقين لي فاريس وراه قلنا العروقه العروقه هما الكل في الكل راه هما العروقه تيدوزوا الدم والدم تيدوز الاكسجين والماكله والعضو اللي ما خدش الاكسجين الماكله تيلوى تيضعف تيكون مشاكل عندنا فيه ضد التلوثات ديال الاكل او الناتج على الكارو اللي تيكميو دونك لي لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير دونك التسممات الغذائيه وداكشي كامل حرفتو راه تنعرفو عقرب قرصاتك عقرب خد الثومه في البلاصه بغجها وديرها في البلاصه ديال القرصه ديال العقرب راه صالحه حتى حتى الحناش والفاعي وداكشي كامل كتوقف السم يعني ما كيدخلش الدم كنا عطينا واحد الله يرحمه مسكين واحد جوج مراكشيين صحاب اكثر من 30 عام يوميا تيمشيو يخرجوا يصيدوا الفاعي بوسكا وداكشي كامل قبل ما تيخرجوا اش يديروا تياكلوا واحد الزنبوعه اللي هي اون اورانجا مير اللي هو لو بيغارادي اللي هو الرنش وفرع ديال الثومه يوميا يمشي واخا ضربوا بوسكا ما دي منه والو تسم داك النهار واحد فيهم داك النهار نسى ما كلش الثوم وما كلش الزنبوع ما غاتجي غير فيه جاي مد يدو ضربوا بوسكا لحو ميت دونك الثوم اختصاص للسموم كتوقف السموم اللي كتوقف وبلاتي والالاف السنين راه ماشي من دابا راه من الفراعنه ومذكور ضد الروماتيزم معروف ضد الفلاتيلونس المعده ثقيله مهرهره عدم الهضم الغازات المعويه وداكشي ممتاز ايوا هنا ضد لي تروبل دو لا سيكسواليتي مشاكل الجنسيه على عد الرجال لا عد العيالات راه منشط جنسي وما نساوش راه قلناها شحال من خطره مثال بسيط حنا الرجال راه الموتور بونجا العروقه تحلوا العروقه راه كاين كل شيء القوه الجنسيه والانعاد وداكشي كامل ما تحلوش العروقه راه ما كاين والو داكشي علاش دا السكري خبيت والحرام تيضرب لنا العروقه وتيقيس لنا العينين الكلاوي الموتور بزاف الحوايج اذا الثوم صالح لينا وصالح بزاف المشاكل ديال الجنسيه ضد المشاكل لي بروبليم اورينير دونك المشاكل ديال البول البوله مشاكل البوله وكل شيء طيب ابحث غادي نتوقفوا ثواني قليله لو سمحتي حنا دائما في سرد فوائد الثوم على هذه الامراض هذه كامله ومدى القيمه العاليه ديال الثوم وي اختي طيب بعد فصل اشاري غادي نكملوا المزيد ودائما مع الاسرار ومع المفاجات ومع وصفتنا ديال اليوم اللي تدرج لاول مره وحصرين على موجه اذاعتكم ام اف ام وفقره عندي دواك طيب وفي فقرة عندي دواك ما زلنا مستمرين معكم مع المعرفة وكثير من الأسرار المكنونة في هذه العشبة المعجزة ياك أستاذ جمال ديال الثوم آخر الأبحاث ديال الهولندية النيرلندي ياك أكدوا أخيرا أكدوا القوة والفعالية ديال الثوم في الحماية من السرطانات وفي الشفاء من بعض السرطانات خاصة السرطان ديال المعدة وهذاك وده الدرية والمعدة هذا التأكيد هو والبصل وراه قلنا قبل راه قلنا دي واحد 11 شهر راه قلنا الثوم والبصل الأعشاب المعجزة هما ولا الويفيرا راه اعشاب معجزه والتركيبه الرباعيه اللي هضرنا عليها في رمضان العقاقير المعجزه داكشي علاش اليوم غنعطيو واحد الوصفه خاصه سبيسيال ممتازه هضرنا على العقاقير ديالها منين نعطيو الوصفه نقدروا نسردوا بالزربه بسرعه حيت كنا هضرنا قبل ونعطيو الفوائد ديالها مع شرح الفوائد ديال كل عقل غادي نتكلموا لا خدينا اختي مثال بسيط خدينا واحد الحامضه عصرناها خدينا العصير ديالها درناه في ميكسر في الخلاط يعني دخلنا الوصفه ديالنا اي دخلنا الوصفه دابا خدينا نبداو بالحامض اي لو سيترون الحامض عصير الحامضه الحامض الفاكهه المعجزه الفروي المعجزه الور الحامض عصرنا هذا الحامض خدينا حامضه درناها في ميكسر قشرنا واحد الفص ديال الثوم واحد من المستحسن نقسموه على النص نحيدوا القلب ديالو ما تتهضم تتدوز جوج سوايع الور لحنا ديك الفص ديال الثوم خدينا واحد ثلاثه ولا اربعه العراش ديال المعدنوس هزيناه لحناه في ذاك الميكسر خدينا واحد الربع معلقه صغيره ديال القرفه نيت بنينه وداك الشيء وتهرس لينا الحرفه وداك الشيء كامل ديال الثوم وتلددنا الوصفه الله يعطيك الصحه زدناها في ذاك الميكسر وخدينا واحد الكاس ديال الماء دافي دافي عطي شويه السخونيه حيت منين غنطحنوا ونصفيو ونخويو في الكاس نلقاوه دافي ما نلقاوش بارد لا نفطروا يوميا لا قدرنا نفطروا يوميا بهذه الوصفه
راه خرج العقل اللي فيها. بالاحرى قدرنا نزيدوا واحد ربع بصله بيضاء حمراء كيما بغيتي هذاك. الا قدر لا قدر الناس، بعض الناس ما يقدروا بعض الناس ما يقدروش، ولكن راه الوصفه المعجزه الشفاء التام من اغلبيه الامراض. هذه الوصفه راه كنا قلنا قبل دخلوا غير الانترنت، راه ما تنجيبش من عندي انا بحالي بحالكم، درت بحث في الانترنت شي حوايج غتلقاهم غيصدموكم. لي لابوراتوار المختبرات عندهم هذه المعرفه، ولكن ما باغينش يعطوها الناس، يقلبوا على رباحهم. الرباح ديالهم فاش؟ باش يديروا استخلاص ديال المواد اللي تتهمهم باش يصنعوا دواء يبداو يبيعوه، يدخلوا فيه ماليه الملايير الدولارات. ما نساوش اول دخل في الدنيا، اول دخل في الدنيا قبل من السلاح وقبل من البترول وقبل من الطوموبيلات وقبل من كل شيء هو اللابوراتوار، هو الدواء. الور الدواء تيدخل الملايير ديال الدولار. ورا تنعرفوش حنا الشركات اللي تهمنا اللي تهمهم العالميه اللي تهمهم غير الفلوس، ما تهمهم شي حاجه اخرى. الور عندهم هذه المعرفه باللي السيترون الحامض 10000 خطره جهد من الشيميو، والباوبا والكوروسول والجرافيولا حتى هما 10000 خطره جهد من الشيميو. راه عندنا مثال بسيط هضرنا على راه المعرفه تنعطيها، هضرنا على الجرافيولا والباوبا والكوروسول، راه هما من لافامي ديال لي زانون ولا دي هذاك النوني تا هو من لافامي دي زانون. راه عندنا دابا في السوق والله اختي سميه لقيته البارح بشحال لقيته؟ ب 20 درهم. تلفت شريت 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 بنين الجديد ما خليت ما كلت. سي ان فروي كي اكزيست عندنا، علاش بوركو نو بون بروفيتي؟ سيرتو فيه الدواء والشفاء الواعر وغير فروي. الور قلنا الحامض عصير حامضه، الماء دافي عطي شويه للسخونيه باش منين نطحنوا غنلقاه دافي. فص واحد الثوم، واحد ربع معلقه ديال القرفه، واحد ثلاثه ديال ولا اربعه ديال العريشات ديال المعدنوس. ساهل رخيص هادشي كله، رخيص هادشي كاين. بغينا نزيدوا البصله قدرنا عليها مرحبا، ما قدرناش نجنبوها بيان سير. ونزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر باش حلينا. معلقه ديال العسل الحر وركنا تحلينا كلشي صفينا. هي باش نفطروا قبل من الفطور اول حاجه غينعش العروقه ويحلهم ويبدا لنا من المخ ويشافي جميع مشاكل المخ، واللي عنده الودنين ومشاكل الودنين والنيف وبجميع المشاكل النيف من السينيزيت من الرواحات من داكشي كامل، الحلق ومشاكل ديال الحلق والتهابات ديال الحلق، ويعطي قتله حتى حتى الحلاقم، ينزل البلعوم جميع مشاكل البلعوم. المعده اختصاص المعده ويطهرها ويحيد لينا لا دياري ويحيد لينا كل شيء، المصره الغليظ الرحمه ليه وتنقيه، هو فين كاين الخبات، راه دقه بطله راه واعر، صالح للقلب منشط القلب منشط الدوره الدمويه، صالح للكبده صالح بزاف اختي. الموتور تيربو اش بغينا، رجال ولا عيالات، مسخين الكل، الالياف الاعصاب لي توندون لي غامون ميسك العظومه الالتهابات المفصليه الجلد جميع مشاكل الجلد. فيه العجب بجوج فرانك نحميو نفسنا من الامراض ونشافيو نفسنا. وصفة سهلة وبسيطة. الله يعطيك الصحة. نعطيو دابا هاد الوصفة يوميا كفطور. يوميا أخصي. يوميا كفطور فقط باش يفهموا باش يفهموا الناس هاد العقاقير اللي ذكرنا غنسردوهم بالزربة اش فيهم الفوائد اللي فيهم. طيب غادي نذكروا الفوائد ديال كل مادة استعملناها في هاد الوصفة المعجزة بعد فصل إشهاري قصير. مستمعاتي مستمعينا اسمحوا لنا راجعين بعد الفصل. طيب رجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا، وتحيه من القلب اللي كينضموا لينا لمتابعه فقره عندي دوك. دائما في حلقتنا ديال اليوم بدايه هذا الاسبوع بديناها مع وصفه معجزه كيف ما قال الاستاذ جمال، حمله مواد وعقاقير بسيطه جدا ولكن غاليه في المنفعه. ياك قلنا انك كتحتوي على عصير الحامض، على فص ديال الثوم، على ربع ديال العريشات ديال ورق المعدنوس، ربع معلقه ديال القرفه، كاس ديال المويه شويه سخون من غادي نطحنو غادي يولي دافي، وربع بصله هذه لقدينا كل شيء مخلط في الخلاط الكهربائي تنصفيو، ومن بعد تناخذو كويس فطور يوميا على راسك. فوالا ومعلقه ديال العسل. ومعلقه ديال العسل باش نحليو. فوالا وصفه واعره. غادي نحلو كل ماده بوحدها. الله يعطيك الصحه. ونعرفوا شنو الاهميه والفائده ديال هذه الوصفه. وغنعطيو غير نبدا بالزربه باش ما نضيعوش الوقت باش نسايبو نيت الاسئله ديال عباد الله. الور نعطي مثال بسيط. ما تهمناش المصدر ديالو 3000 حامضه غتعطينا واحد الليتر ديال ليسونس وداكشي كامل، اشك المكونات اللي كاين في الحامض، الناس ما تهمهمش هادشي لا الصالح. الور نمشيو. اول حاجه قلنا الحامض فتاك بالجراثيم مطهر، سي ان باكتيريسيد هذاك، سي ان انتيسيبتيك تحت الكرويات البيضاء
في حماية الجسم. دونك سي ان سيمولون سيستم ايمونيتير منعش منشط الدماغ تونيك دو سيستم نيرفو تونيك كاردياك ضد الروماتيزم ضد لاغوت مهدئ الحموضة ديال المعدة. الناس راه غالطين تيسحب لهم هو تيدير هذا هو اختصاص المعدة والحموضة ديال المعدة هذاك دونك الحوايج اللي خاطئين عندنا حنا في هذاك اختصاص الحماية من الشيخوخة المبكرة اللي بغات ما تشربش عليها بالحمض شربا وموضعيا سي ان تونيك فينو تنقص من تخثر الدم سي ان فلويدون سانغا سي ان هيبوتونسور par retour de l'équilibre biologique ضد فقر الدم تحت الافراز الافرازات ديال المعده والمراره والبنكرياس ضد السم السموم ضد الدود ضد الحكه تنستعملوا في الامراض التاليه تعفنات عامه وخاصه تعفنات المعده والرئتين هذا الحامض ما تنساش اش هضرنا على الثوم راه دابا فحنا في الحامض اختصاص التعفنات عامه جينيرال الدات كلها وخاصة تعفنات ديال المعدة والرئتين ضد الباليوديزم ضد ليتا فيفر السخانة الباردة السخونة الحماية من العدوى ضد لاستيني لينابيتونس دونك العيا العيا التامة ضعف القوة الأعضاء بأكملها ضد الروماتيزم ضد لاغوت ضد الحجر في الكلاوي ضد النبولة مشاكل النبولة والمرارة ضد الحموضة الشديدة للمعدة ضد قرحة المعدة ضد القهمة دونك تعسر الهضم ضد لا ديسبيبسي الغازات المعديه والمعويه ضد السكوربوت ضد الارتيريوسكليروز لي بيسيسمون ايدورسيسمون ديال لي باروا ديال العروقه ارتيريال دونك تصلب الشرايين ضد تساقط الشعر ضد لي فاريس تخثر الدم قلناها الى خدينا 21 يوم قلنا قبل الاستعمال ديال واحد حامضه على الاقل في اليوم راه تتسوى الحجامه سي سي لا سي لا ميم شوز كو لا سيني بلاص ما نديروا الحجامه راه نقدروا ناخذوا غير حامضه واحده في النهار مده 21 يوم بحال درنا الحجامه كتصفي وتطهر عالم ممتاز ضد السمنه ضد ارتفاع الضغط الدموي ضد السر الرئتين والعظام راه كاين كاين بزاف الانواع السله ديال المهبل ديال كاين بزاف الحوايج هذاك ضد التوبركولوز بيرونير ولا اوسوز ضد نقص المعادن في الذات صالح النمو صالح النقاهه صالح الفقر الدم صالح التقيه الرده داكشي كامل القيء تيقوي يهدل الكبده ومشاكل الكبده ضد البنكرياس دونك ضد لي زيموراجي لي موفيلي ضد البنكرياس مشاكل البنكرياس ضد الغازات المعديه والمعويه ضد الاسهال ضد التيفويد ضد لي بارازيت انتسينو الحناش الربو الضيقه لا غريب لا برونشيت لا بلينوراجي سيفيليس دونك النوار داكشي كامل ولا لا شوت بيس دونك لا بلينوراجي شوت بيس البرد اللي تنقول البرد الجنسي الور دونك النوار ضد الشقيقه ضد الصداع راه عصير واحد حامضه في نص كاس من الماء دافي محلى اللي تنحليه بالعسل هو احسن عصير خاصة الناس اللي فيهم السخانة المحمومين وداكشي ضد التقية هاد الكاس اللي قلنا احنا ديال المدافي وفي حامضة هذاك راه فعال ممتاز ضد ليزيموراجي ضد الحناش مثال بسيط الحناش ناخذوا حامضة نطحنوها بأكملها القشور اللب والعظومة وكل شيء في الماء ونزيدوها الله يعطيك الصحة ميرسي اختي هذاك ضد الاقتحام الكبدي اش غنديروا مثال بسيط ناخذوا واحد ثلاثه الحامضات نخويو عليها المدافي بالليل نخليوها حتى الصباح ونشربوا نشربوا على طول النهار ضد الغازات المعويه في الليل كي قلنا نخويو الماء نخليوه واحد نخليوه حتى الصباح نخليوه جوج ثلاثه سوايع خلينا حتى الصباح اونكور حسن استعمال خارجي ضد ليروم ديال السيرفو ضد السينيزيت الجيوب الانفيه راه جوج نقطات ديال العصير ديال الحامض في النيف راه من داك الشهر فيه عده مرات في اليوم ثلاثه اربع الخطرات اختصاص للسينيزيت راه معروفه ضد الرعاف العصير في شويه ديال القطن نجي نشيدو نلويه نديرو في لانارين انا تهنيت من الرعاف ضد لي زافت لي ستوماتيت دونك تقرحات ديال الفم عصير ديال الحامضه زيد على العسل زيد الماء دافي نمضمض به عده مرات في اليوم ضد الحلاقم لي زونجين
يمضمض بعصير الحامض زائد ماء فاتر زائد مسحوق واحد عود قرنفل زائد رأس ملعقة صغيرة قرفة ضد الشقيقة شرائح تنديروها كلنا شرائح الحامض ندوروا على الجبهة ديالنا وعلى راسنا من ذاك شرفي ضد الجرح عصير الحامض فقط بوحده نخفوه كاع بالماء نديروا للجرح تيقتل جميع الجراثيم ضد التلال قشو هذاك نقشروا جوج حامضات في خل حادق نخمروه واحد 10 ايام دونك غناخذوا خاصه داك لو زيت دو سيترون القشور هذا الحامض القشور الحامض دونك لو زيت سيترون دو سيترون دون دو فينيغر خاصه لو فينيغر دو بوم نرقدوه واحد فيرمونتي بوندون 10 جور ا ببري دونك واحد 10 ايام نصفيه ونستعملوه على التلال رفعال محساك لا درنا هاد الحامض اللي خمرناه اللي درناه في الخل التفاح وزدنا نفس المقدار ديال عصير البصل الملحه الحيه السلجام والحامض اللي خمرناه في الخل دونك رفعال التلال وكل شيء حيت الناس يطرحوا هاد الاسئله على الجد ضد الهشاشات الاظافر هضرنا عليها حامضه نعصروها نزيد واحد جوج ثلاثه ديال الثومات نبغجوها فيها فين ما ندوزو قدام ديك الجبانيه نغطسو الفرن مجربه على كثرتو كثرتو جوج الاسابيع لا غير ضربوا العود صافي هذاك فلحتو ولا هذاك راه الله يحفظ اللي دارت هذه ونتفات شي وحده تنزل لها وجهها بسهول حيت والله اختي الله مدير ازوار ضد البشره الميدمه دونك راه معروف اون بوغراس وداك شي كامل ضد النمش ضد الكلف صالح بزاف صالح الحامض صالح سبحان الله هذه كلها فوائد بلاتي بياسير ضد التجاعيد وبيض الوجه مرتين في الأسبوع قناع الوجه بعصير الحامض لمدة جوج ساعات ثم يغسل حويس سهل الحامض الأيادي ناعمة والبيضة عصير الحامض مع الجليسيرين دقبط له وصير له شان تتحس به رطب وكل شيء فعال بمعنى ماشي غير اليدين لا عندنا حتى في الدات أي طبيع في الدات بون دو مايو لي كود داك شي كامل لي جنو داك شي كله راه رحمة هذاك الخدمة الزوينة 50% ديال الجليسيرين 50% ديال الحامض الرحمه فعال الحفاظ على البياض راه قلناها ولا مع الاسنان الحامض تاخذوا الفرشه ديروها في الحامض راه عطينا شحال من الوصفه هذاك بوحده هو بوحده في حد ذاته فعال وتحيد لنا كاع اللي طارت وكل شيء اللي كاين في هذاك خلي لي مايبريا وكل شيء ضد لسع الحشرات عصير الحامض والملح الرحمه لا ما عندكم والو غير شويه الدفال والرحمه ديروا على بلاصه ديال الشنيوله 10 ثواني كنتو تكذبوا مشى الحريق وما ورداتش دونك شي حوايج بساط لا بغينا احنا كاع ننظفوا كاع النحاس نحكوا باش بنص حامضه ترجع يتبارك لا بغينا نحكوا ننظفوا الفضه ولا النقرة نحكوا بشريحة من الحامض نغسلوا بالماء الساخن ورجع كل شيء جديد بيض تي هذاك إذا بغينا ندفو الرخام فيه شي حاجة خاصة الرخام البيض نحكوا طبيعي بعصير الحامض من بعد نمسحوا بزيان بمنديل رطب بيان سير ونتبعوه شوية الزيت في البلاصة يرجع يتبارك ويحيد كل شيء إلا بغينا الحوايج عندنا الملابس عندنا فيهم الصدى نوضعوا واحد الشريحة ديال الحامض من تحت ومن الفوق نجيبوا لو فيرارو باسي المصلوح ونصلحوا من الفوق هو تهز لنا داك الصدا وداك شي كامل لا بغينا نحيدوا الطبايع الصفرين اللي كاين في لابابو وكل شيء نحكوا الموضوع بعصير الحامض مع الملحه لا بغينا نبعدوا النمل نوضعوا واحد الحامضه خامجه سيرتو ان بو بوري سيترون بوري بعد لينا كل شيء بغينا نبعدوا التونيا ديال اللي تتشد في الحوايج نديروا شرائح ديال الحامض ولا تخزامه دوك راه صالح بزاف د الحوايج ما شاء الله نصائح كامله مكموله داخليا باش نمشيو بالزربه وما نضيعوش الوقت تنظيف الدار احنا معنا مكالمات ما خديناش اليوم استاذ اذا نمشيو للمكالمات هما الاولانيين دائما الو السلام عليكم الو دائما اتصل بنا على ارقامنا نعم صباح الخير وي السلام عليكم عليكم السلام تحياتي لك اخت سميه كريمه ربي يخليك سيدي مرحبا بك دكتور الدكتور جمال الفقري بارك الله فيك خويا وسمح لنا خلينا كنتمرون الناس ام اس ان يا ربي يخليك منورين بوجودكم يا سيدي تفضل عندي واحد السؤال على الحساسيه اش من نوع الحساسيه واش النيف ديال الحبوب ديال النيف ديال اوكي وقت ما كيجيو هاد الوقيته ديال البرد كتجيني الحساسيه خويا ساهله جبدنا هاد الوصفه شحال من خطره هزتيلو ورقه وكتب بالزربه ايه الوغ لا خدينا قلنا تداويب الاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه العشبه رقم واحد هي الزعتر إيه؟ الجميع مشاكل ديال الصدر حتى من الضيقه الربو داكشي كامل والسينوزيت الجيوب الانفيه دابا حنا تنهضروا على الجيوب الانفيه الحساسيه ديال النيف
غتاخذ قلنا التداوي بالاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه العشبه رقم 1 هي الزعتر، التداوي بالاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه العشبه رقم 1 هي مريوت لو ماروب الور لوريغون بلس لو ماروب لو ماروب بلون الور. قلنا لا فارماكوبي اوكسيدونتال تداوي بالاعشاب الطبيه ديال النصارى، لا مارجولين اللي هي مرد الدوش دونك قلنا الزعتر قلنا مريوت قلنا مرد الدوش، قلنا لا فارماكوبي اوستراليان دونك تداوي بالاعشاب الطبيه ديال استراليا العشبه رقم 1 هي الورق ديال لوكاليبتوس، راه بزاف الادويه مصوبه بالورق ديال لوكاليبتوس والروح ديال لوكاليبتوس راه مطهر مطهر عظيم رائع خرج العقل، الا رشينا غير شويه في اي بلاصه مثال سيت حنا عندنا لي زوبيتو سبيطارات علاش ما يرشوهمش ريحه زكيه وتخلي لي برونش يتحلوا والاكسجين يدخل ويفتك لنا بجميع الجراثيم والفيروس اللي كاين، وحنا عندنا مشاكل كبيره في لي زوبيتو اكوز ديال لي انفيكسيون دو لي جيرم داكشي كيسيركول في الاير وكيكل شيء، راه غير واحد فيه الروح ولا فيه الله يحفظ مرض الريه غير لسعل راه لاح الملايين ديال 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 هذاك. باش نعطيو الوصفه بسرعه باش نخدموا كلام. الور يزيد هذا السيد خزامه يزيد البشنيخه دونك الا دار غير هذه ويزيد الماء البحر واحد الكيلو ولا جوج كيلو ديال 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 الملحه في طنجره يعطي العافيه منين تبدا تغلي يحيد الغطايه يلوح فوطه ولا يزار يبقى يشم تعرق واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه يمشي الفراش وينعس بين الليل والصباح دقه بطله مجربه. اذا هذه الجواب على السؤال ديالو معلومه اختي. طيب ناخذ مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. قطع الاتصال دائما احنا التواصل بنا على رقمنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. مازلنا دائما مستمرين الاجابه على كثير ديال الاسئله بطبيعه الحال بخصوص الوصفه اللي نكملوا بالزربه. باقي شيء اضافي؟ بيان سور. دابا جبدنا يلاه جبدنا الحامض قلنا المعدنوس اش كاين في هذا المعدنوس؟ ياك الور قلنا الاكله وراه المعدنوس اكله دواء مثل الثوم والبصل والجزر خيزو ولا البوارو الى اخره، الاستعمال بلا ما نبقى نكثر الور الاستعمال الداخلي اللي ديالو ضد فقر الدم صالح النمو والعدم توازن الاكل ضد العيا ضد ضعف الاعضاء الداخليه باكملها والمونك دابوتي قله الشهيه الاكل ضد الغازات المعديه والمعويه ضد التقرحات المعويه ضد التعفنات البارده وضد البارده والسخونه ضد الالام الدوره الشهريه ضد الروماتيزم ضد لاغوت امان المراره ضد التوترات العصبيه ضد لي بارازيت انتسينو دونك العناش داكشي كامل ضد اختصاص السرطان اللي خدينا استعمال خارجي ديالو ضد السيلان المهبلي لي بيرت بلونش الجرح الصداع تنقيه العينين لسع الحشرات وضد النمش او النمس لي تاج دو روسور لي بوان دو روسور هذا بلا كيفيه استعمال قلنا غير لاش هذاك دونك هذا مثال بسيط المعدنوس المعدنوس فعال ممتاز رائع اش كنا جبدنا قبل عاوتاني قلنا جبدنا في هذه الوصفه قلنا غيدير هذا ويزيد واحد المعلقه ديال حبوب اللقاح هذه بوحدها غيشربها الوصفه فيها الثومه فيها المدافي فيها معلقه ديال العسل ديال العسل الحر فيها اربعه خمسه ثلاثه اربعه خمسه ديال العريشات ديال المعدنوس ونضيف عليها حبوب لقاح الله يعطيك الصحه لا حبوب لقاح تشرب وحده تشرب وحده بحيث ما غطحنش مزيان غتبقى اون غرانولي ما نساوش راه كنا جبدنا حبوب لقاح قبل قلنا فيها 4-5% ديال العسل الور راه ميد ما تبغيش تطحن مزيان الور ياخذ الوصفه الاولانيه ويزيد هذاك مثال بسيط ياخذ معلقه ديال حبوب اللقاح يلوحها في فمه ومن بعد يتبع في البلاصه يشربها بداك العصير واختي خدد ورا رائع راه خرج العقل راه الرحمه حبوب اللقاح كنا جبدناها في التركيبه الرباعيه اش كاين في حبوب اللقاح غنقول نسبدوا بالزربه ولا كاين شي سؤال هو الاول نسبقوها الور كاين اسئله طيب ناخذ الفوائد الور استعمالات ديال حبوب اللقاح الصحه معظم التجارب العلميه تشير باللي الفوائد الكثيره والعجيبه لحبوب اللقاح خاصه القيمه الغذائيه ديالها العاليه بزاف علاش لا 14000 من حبوب اللقاح الكبيره يلا تعطينا غرام وايماجين 14000 تصور هاد النحله مسكينه شحال مشات وشحال جات وشحال بجات باش تعطينا غرام واحد الور رغم الصغر ديال هاد الحبوب داكشي فيها غذاء كامل متكامل في القديم استعملوه لاش استعمالات هذاك العسل وحبوب اللقاح في علاج الكثير من الامراض ومنها الضعف الجنسي الرجال والعيالات الضعف الجنسي واحياء الشهوه الجنسيه الامراض الجهاز التنفسي امراض الجلد علاج الحروق المغص المعوي امراض الكلى او الكليه وكمهدئ
وكمهدئ ان كلمو. اما حاليا اكتويلمون دابا لاش تستعمل؟ يستفاد من حبوب اللقاح في علاج امراض الحساسيه وسوء الهضم واغلب مشاكل البروستات وامراض الجلد وامراض الجهاز التنفسي وفي حاله التجميل لايقاف تساقط الشعر وحتى على النمو. وكذلك استعمل على البشره ضد التجاعيد والقروح. تتميز حبوب اللقاح بسرعه ديال الهضم ديالها. علاش؟ لانها لا تخضع لعمليه الهضم والتحولات التي تتطلب وقت طويل وتجهد البنكرياس وداكشي كامل. هذا حبوب اللقاح. لا جينا نهضروا على حبوب اختي اللقاح، راه فيه العجب. وكنا جبدنا الفيتامينات ومثال بسيط الجروب ديال الفيتامين. لا جينا نهضروا على الجروب الفيتامين غدينا شويه ديال الوقت. قلنا مثال بسيط لخدينا غير الفيتامين بي، الفوائد ديالو منشط دهني مهم جدا في عمليه تمثيل المواد الكربوهيدرو الهيدراتيه والدهون واساسي للنمو خاصه النمو الصحيح للجنين له تاثير مهم في انجاح عمليه الهضم. نقص القدرة على التركيز، ضعف في الذاكرة، نقص في الوزن، الإحساس بالضعف، سرعة الغضب، الإنفعال، الإحساس شوفي الإحساسات بالغثيان بالردة بالهذاك بالنسبة للمرأة الحامل ولا وليت هذا الإحساس بالغثيان؟ لا هو علامة من العلامات ديال النقص حاد في الفيتامين في الفيتامين دونك خاصة المدخنون ياخذوه بزاف كبار السن الحوامل الأفراد في النقاهة الأشخاص اللي يفرطوا في الأكل ديالهم من الكربوهيدرات الهيدرات اللي يخدموا مثال بسيط في ظروف ذهنية أو جسدية قاسية اللي كيخدموا التفكير ديالهم بزاف. هاد الوصفة اختي راها واعرة راها ممتازة راها رائعة راه خرج العقل فيها. دونك اش غنخسروا؟ رخيصة ما تتسوى شي حاجة الا خذوها قبل الفطور صالحة لنا بزاف د الحوايج. ماشي انا اللي تنهضر، الابحاث العلمية الكلينيكية التجارب بزاف راه كل بحث يتطلب سنين وسنين وسنين راه من 1939 وخدام من 36 في الحق الا بغينا الحق وخدام الابحاث على الثوم وعلى هاد الوصفة اللي ذكرنا راه فيها بزاف بزاف الابحاث الكلينيكية هذاك. دونك حنا تقريبا سردنا كاع الفوائد ديال الوصفه، يعني تكلمنا على الحامض، تكلمنا على الثوم، تكلمنا على المدنوس، تكلمنا يمكن على البصل لان البصل في عده الحلقات كنا تكلمنا عليه. العشبه المعجزه وليكابلون دي كورتيكويد شويه ما تكلمناش عليها بزاف وانها فيها فوائد قلنا تاهي كثيره. القرفه سهله اختي الور القرفه قلنا اجود انواع القرفه هي القرفه ديال السيلون ديال هي الرقيقه اللي تنسميوها دار الصيني وهي شجره دائمه الخضره موجوده في سيلان في الهند الشرقيه في جافا في مداغاسكار. اما القرفه ديال الصين فهي اقل جوده من اختها اللي في سيلون داكشي كامل. اللي تنستعملوا في القرفه شنو هو؟ هو اللحاف ديال الشجره والروح طياره ليسونس الور للصالحه c'est un stimulant des fonctions circulatoires donc cardiaque ou respiratoire. تتحث لنا الدوره الدمويه في القلب والرئه تتسهل عمليه الهضم مطهره. La cannelle de Ceylon tue les bacilles d'Heber. La typhoïde à la dose ديال 1 في 300 راه غير شويه تدفتك لنا بالعجب. اختصاص لاسيني، لاسيني هي العياء التام ضد العياء ضعف القوة أو الطاقة الجسمانية الكاملة ضد النزلات البردية وحنا في البرد ما نساوهاش راه القرفة فعالة وممتازة اختي ضد ضعف والتواء الألياف والأعصاب راه شحال من واحد عنده المشكل طوندون ليغامون ميسكل عليكم غير بالقرفة ضد لي سانكوب ضد التلوثات في المعدة ومنها الكوليرا مطهر معوي ضد الطفيليات المعوية لي بارازيت انتسينو ضد التشنجات الهضميه ليسبا وي بغيتي توقفي اختي للاسف انتهى الوقت استاذ جمال وصلنا 12 وصلنا ونسرق لك الزربه طيب ما بقاش عندنا الوقت بزاف واخا ان شاء الله نحاولوا نكملوا وصفتنا الرائعه فعلا لانها فيها كثير ديال المزايا وكثير ديال الفوائد عجب والله العظيم ما فيها العجب صح لانها وصفه المعجزه. فانا كنشكركم على وفائكم وكنقول لكم سمحوا لنا لان خدينا كم كبير ديال الدرايه والمعرفه وما خديناش مكالمات اكثر باش كنا تكون افادتنا عامه للجميع يستفد. شكرا على الوفاء ديالكم على متابعتكم الفقره عندي دواك غدا ان شاء الله في نفس الموعد.